لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور نظير، ما هي تفاصيل أزمة ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي العراقية؟ في الحقيقة سوء إدارة الملف المائي من قبل وزارة الموارد المائية العراقية هو سبب رئيسي في زيادة الملوحة والأزمة الحالية. نعم. حيث أن هذه الوزارة إلى الآن لم تقم بجهد حقيقي لمناقشة والتحاور مع دول الجوار حول الحصص المائية الخاصة بالعراق. فقامت دول الجوار بإقامة مشاريع إروائية وسدود كبيرة جدا. نعم. بدون أن تكترث إلى عواقب هذه المشاريع على العراق. فتركيا أقامت العديد من السدود في مشروع يسمى الكاب معروف، ويحوي حوالي 22 سد للإرواء، وكذلك إيران قامت بقطع نهر الكارون والكرخة، وحاليا أحد الفروع الرئيسية لنهر فيالة اللي يعرف باسم سيروان. إضافة إلى هذا الشيء، المياه الراجعة من هذه المشاريع الإروائية أيضا تأتي إلى العراق فتزداد الملوحة. فنلاحظ مثلا نهر الفرات عند الحدود العراقية السورية نسبة الملوحة هي أكثر مما مسموح به للزراعة أساسا. نعم دكتور نظير إضافة إلى هذا الشيء، الوزارة أيضا تنصلت عن كثير من واجباتها، وأيضا إدارة الموارد المائية لم تكن بشكل حكيم ومدروس، لأن القائمين على هذا ليست لهم أي خبرة عملية في هذا المجال، فلذلك تسبب هذا في ضياع كميات هائلة من المياه. مثلا ضاعت 4 مليارات متر مكعب خلال شهرين مطلع الصيف الماضي نتيجة التبخر من منطقة الأهوار. طبعا هذا الشيء يؤدي إلى زيادة الملوحة في الأنهار، زائدا كفاءة الري انخفضت بشكل كبير إلى 36%، لأنه الوزارة حجمت دور مؤسسات توزيع المياه. بحديثكم عن هذه النسب دكتور نظير، هل يعني ذلك أننا أمام خط أحمر يعني، أو جرس الإنذار قد يدق بوصول هذه النسبة 39؟ نعم أختي، هذه الأزمة هي أكبر أزمة تواجه العراق. كيف بالإمكان مواجهة هذه الأزمة باعتبار أننا وصلنا إلى هذه النسب المخيفة والخطيرة أيضا التي تهدد السكان؟ نعم، هذه الأزمة بالحقيقة أختي، إحنا عندنا اختصاصيين فاهمين ولهم خبرة. نعم. وعندهم كفاءة عالية، لكن مع الأسف حاليا مستبعدين عن موقع القرار. فهذه أحد الأشياء المهمة جدا في هذا الملف، زائدا الفساد الموجود في هذه الوزارة. وأنا ما يعني في كثير من أمثلة وعلامات استفهام على كثير من المشاريع تصوري لم تكتمل وتصرف كافة مستحقاتها المالية. مثلا أعمال إهمال صيانة شبكات الري والبزر كلها مهملة بحيث بلغت كفاءتها 10%. فهذا كله سبب سوء إدارة وفساد إداري ومالي، ولكن الحلول موجودة، لكن تحتاج إلى شخص مخلص نزيه فاهم. والحلول بسيطة وممكن معالجتها ومواجهتها في حال توفر النية والخبرة. أشكرك جزيل الشكر الخبير في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.